خلي لا عيد لك الكلام 20 مرة. الأرض ب20,000 وبيع على طول. وكيف أبيع على طول؟ كذاك من هنا والدرب الله يهديش يا زكية. يعني إيش يا مرشد؟ يعني الأرض أرضك، وبعدين أنا ما عندي حتى توكيل. هذا يشتوي يا ناس، ما يشتوي أصلا. ليكون تفكر في موضوع التوكيل العام مرة ثانية. عجب، كيف أقدر أتاجر بأملاكك وأزيد ثروتك وأنا حتى توكيل ما عندي ولا تخويل؟ جالس ذاك الدكان حالي حال أي باع ثاني. تكلمي يا فاطمة، قولي شيء، قولي حال أمك إذا كنت أنا غلطان. والله يا عمي موضوع التوكيل هذا تتفهم فيه مع أمي، لأنها بصراحة ما تبى حد يناقشها فيه. زين، اللي تشوفيه أنت وأمك، أنا ما تهمني غير مصلحتكم. زين يا زكية، عجب، خلينا نتمم هاي البيعة، وإذا صارت تصيرين معي سجل عقاري ونتمم الموضوع بشكل رسمي، وتاخذين فلوسك وتوديهن بروحك البنك. انا هذا عاد اللي يضايقني، الوقوف في الطابور، وانا ما احب عاد الزحمه البر وخاصه البنك. يلا يلا انه يكربني. والله عاد الامر راجع لك يا زكيه، وبعدين خلينا بالاول نشوف المشتري بيوافق على المبلغ اللي طلبتيه ولا. زين يا زكية، زين، الجايات أكثر من الرايحات. تفضل يا أبوي. أحسنت يا بنتي،
سلامتك يا ابوي، ان شاء الله ما تشوف شر. الله يسلمك يا بنتي، احسنتي. بس يلا عاد انا بقوم اسير. ها وين رايح؟ خليك مرتاح اليوم في البيت، وبكره اقوم سير المزرعه، ترى الشغل ما قايم يطير. صحيح يا بنتي ان الشغل ما قايم يطير، لكن الهم تكبر عشوشه وتزيد وجاعه يا بنتي، وما يداويها غير الشغل في المزرعه. وانت ما زاد همك الا من زارك عمي مرشد البارحه، لما سالتك ما بغيت ترد، وانا بعدني انتظر الجواب يا ابوي. ليش ما بغيت تستقبل عمي مرشد البارحه؟ وليش طلبت منه انه ما يزورك مره ثانيه يا ابوي؟ صار شيء وانا ما اعرف من البارحه وانا اقول لك لا تجيبي لي سيره هذا المخلوق على لسانك. مرشد ما هو الانسان اللي الواحد يهتم في مواضيعه، هذا انسان ما يحترم نفسه، فكيف يحترم الاخرين؟ ليش يا ابوي؟ عمي مرشد يطالبك بشيء؟ قلت لك لا تجيبي لي سيره هذا المخلوق على لسانك، فهمتي؟ لكن ليش يا ابوي ليش؟ لانه يريد ياخذ اعز شيء في حياتي، يريد يقلع لي عيني اللي اشوف فيها الدنيا، يريد يمسكني من ايدي اللي تعورني، يريد ياخذ اجمل بذره ورثتها في حياتي. مرشد هذا لو كان ارض خصبه كان ما فرط في بذوره وثماره. مرشد ارض بور الفساد مداوربه في كل مكان. يا ابوي تراك دورت اللي براسي، انا ما فاهم انت ايش تقصد من كل هذا الكلام. كل اللي اريد اقوله انك لا تدخلي بيت مرشد هذا ولا حتى تسلمي عليه، فهمتي؟ ايش؟ ابو غسان جهت الفلوس اللي طلبتها منك؟ يعني اقدر اقول لنفسي مبروك، من اليوم ورايح خلاص المزرعه بتكون من نصيبي حسب الاتفاق. يلا ابو يلا شيل اولادك وروح، انا ما ابغى عمال، واحد بيجيب عمال. أبوي تسكت، كمل كلامك. لما يأسنا من علاج زوجة عمكم خميس شرت على أخوي إن أنا أخذها الخارج وتتعالج هناك، ممكن تستفيد. خميس مسكين ما حيلته شيء، من هين يقدر على سفر زوجته ومصاريف علاجها؟ وكان لازم إني أتصرف، رحت البنك طلبت منهم سلفة، دخلوني في 1000 تعقيد بحجة إني ما أشتغل ما عندي دخل. هذيك الساحة ما كان قدامي غير مرشد، أرهن له مزرعتي. إيش؟ المزرعة مرهونة لمرشد؟ لما ما كفت الفلوس اللي رهنت بها المزرعة جات الحاجة مرة ثانية لمرشد، رحت له ورهنت البيت عنده،
يا ريت كل شيء كان فايدة. أمر الله سبحانه وتعالى كان سابق كل شيء. ماتت زوجة عمك وخميس لأن المرض الخبيث كان متمكن من كل جسمه، وراحت الفلوس كلها، وبقى البيت والمزرعة مرهونين إلى يومنا هذا. أدفع فائدتهن والرهن مكانه. بس هذا حرام يا أبوي، حرام. ولا مثل مرشد يعرف الحلال من الحرام يا ولدي. لكنك ما ذكرت لي شيء مثل هذا يا سيف، غير أنك حزين ومهموم ومنكسر، وكل ما أسألك ما ترضى تقول مالك. اتفقت مع مرشد أنه يبقى هذا الكلام سر بيني وبينه، ما يخبر بي حد، حتى خميس. أرجوكم أرجوكم لا تجيبوا هذا السالفة قدام خميس وسلمان، وعدوني بهذا. أنا جالس أقول لكم هذا الكلام لأني ما ضامن نفسي أني بعيش بعد اليوم، لأني حاس أن كل شيء فيني مات مات مات. سامحني يا ولدي يا غسان، سامحني أني أحملك همومي من الحين يا ولدي. لا يا أبوي لا تقول كذاك، أنا بعوضك عن كل شيء، كل شيء بيرجع مثل الأول وأحسن. كيف يا غسان؟ كيف يا ولدي؟ واليوم اللي يروح يحسب من عمر الإنسان. يا ولدي أنا أريدك تحس بالوقت، تعرف قيمته وما تفرط فيه. أنت ضيعت سنة من عمرك يا غسان، ضيعت حلمي فيك لما ما جبت مجموع يدخلك الجامعة عشان تصير طبيب ولا مهندس. يا أبا أنا لازم أتصرف، لازم أتصرف عشان أرجع البيت والمزرعة من عند مرشد. ما تقدر، لأن مرشد صاحب حق. أنا مستحيل أخلي مرشد يلعب فينا على كيفه. يا ريتك يا غسان، يا ريتك تقدر تحارب مرشد بشهادتك ومكانتك ومركزك. اسمع يا أبوي، أنا وعدتك وما راح أخلف وعدي معك، بس الله يخليك، الله يخليك وافق. خلينا أروح مسقط أدور على شغل مناسب، وأنا بحقق كل أحلامي وأحلامك هناك. وافق وافق الله يخليك. انت اللي وصول تقول اني اسال على جيراني لما اشوفهم مراحين اعمالهم، اطمن عليهم اشوف ايش مستوى عندهم. لا قدر الله، الجار للجار يا اخوي يا خميس. وان كان هم ماخذين في خاطرهم علي شويه، بس انا اشهد الله اني ما شير في قلبي شيء عليهم ابدا، واعتقد اني ما سويت غلط يمكن يا خميس، ولا انا غلطان؟ ان شاء الله بخبرها. يلا مع السلامة. صباح الخير يا أنسة فوزية. صباح النور أستاذ عبد العزيز، تفضل استريح.
لا شكرا شكرا، انا في الحقيقة عندي موعد لمقابلة الأستاذة سميرة، هي موجودة ولا لا؟ في الحقيقة الأستاذة سميرة بعدها ما وصلت لحد الحين، لكن هي نعم 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 رسالتك وصلت، اكيد في شيء تبي تبلغيني اياه من عند الأستاذة سميرة. الأستاذة سميرة ما تريد تقابلني صح؟ في الحقيقة نعم يا أستاذ، أنا عندي تعليمات من الأستاذة سميرة بخصوص هذا الموضوع ولازم أبلغك إياها. رسالتك واضحة وضوح الشمس يا أنسة فوزية. على العموم أنا لي تصرف ثاني مع الأستاذة سميرة، عن إذنك. أستاذ عبد العزيز قبل ما تطلع تفضل. إيش هذا؟ أنت أدرى باللي في الظرف، اسمح لي أقول لك إني آسفة ما أقدر أخذ منك أي شيء. يا أنسة فوزية اعتبري هذا المبلغ اللي في الظرف هدية مقدمة من أخ أكبر منك سناً، أو اعتبري مكافأة لخدمة أنت قدمتيها بنجاح. صدقيني يا أنسة فوزية أنا لا يمكن أستغنى عن أي إنسان يوقف معي ويساعدني. أنا ما فاهمة أنت إيش تقصد، وبعدين أي مساعدة أنا ساعدتك إياها؟ كيف أي مساعدة؟ يكفي انك دخلتيني مع الأستاذة سميرة من غير ما تقولين اني انا موجود. انت تعرف بنفسك انت كيف دخلت. بس انت لو تعاونتي معي يا أنسة فوزية مكافأتك الجاية بتكون اكبر واغلى من المكافأة السابقة. استاذ عبد العزيز انا ما احب اخون المكان اللي اكل منه لقمة عيش. خيانة يا أنسة فوزية؟ ايش هذا الكلام الكبير؟ احنا وين عايشين؟ كل ما في الأمر إني أريدك تساعديني. كيف تساعديني؟ خليني أشرح لك. يعني لما تكون الأستاذة سميرة موجودة في المكتب تخليني عندها على طول من غير ما تقولي لها إني أنا موجود، أو لما أتصل بها تلفونيا تحولي لي المكالمة على طول من غير ما تقولي لها مين على الخط. وصدقيني هذه أشياء بسيطة، وتأكدي إن مكافأتك في كل يوم تزيد يا أنسة فوزية. صدقيني يا أنسة فوزية أنا لا يمكن أستغنى عن خدماتك أبدا. عن إذنك. صباح الخ... كمليها يا أستاذة كمليها وقولي صباح الخير، لأني أنا اللي جابني هنا اليوم كل خير. اللي تشوف وياك من الصبح يشوف خير. أعتقد أني ونسختك كثر الله خير خبرتني وقالت لي انك ما تريد تشوفيني، لكن انا مصر اني اشوفك. يا بنت الناس انا داخل من الباب ما ناط من السور. لازم تعرف انك شخص غير مرغوب فيه في هذه الشركة حتى لو دخلت من 60 باب. اصلا انت لو عندك ذرة احساس كان ما انتظر دقيقة واحدة في المكتب، خاصة انك عارف اني رافضة مقابلتك. لكن يا مدام ما قبل ما أعرف ردك في موضوع زواج والدي سعود من بنتك منى، وما قبل ما تعرفي مني الموضوع الثاني سعيد في حالة رفضك يا أستاذة سميرة. لو سمحت أطلع من مكتبي. الزيارة بعدها ما انتهت يا أستاذة سميرة، خلينا نتفاهم بهدوء بدلا من هذا الصراخ والعصبية يا أستاذة سميرة. اسمع يا عبد العزيز، إذا كنت تظن أنه ممكن تحقق مطامعك القديمة في هذه الشركة من خلال تزويج ولدك سعود لبنتي منى فبتكون غلطان وستين غلطان، لأني ما راح أوافق على هذا الزواج أبدا ولا حتى بنتي منى، لأن العلاقة اللي بيننا منتهية من زمان ويا ريت لو تظل منتهية على طول. لو كنت وافقتي على زواجنا يوم أمين لما وصلنا إلى هذه المرحلة من العصبية والصراخ، لكن الحين أسعد زوجين أنا وأنتي. لو سمحت أنا قلت لك ما عندي لا وقت ولا استعداد أكرر كلام قلته وأنت سمعت مني من قبل. قلت لك العلاقة اللي بيننا منتهية من سنين بمجرد وفاة أخوك أبو أمين. العلاقة بعدها ما انتهت يا أستاذة، العلاقة الحين صارت أقوى وأقوى من الأول، والقديم بيتشدد والمياه بنخليها ترجع إلى مجاريها مرة ثانية. فوق نفسك يا إنسان، فوق يا عبد العزيز، أنت عايش في وهم، في أحلام وردية. يساعدك كاذبة غرورك ومطامعك عموك على تشوف قدامك.
طول عمرك تحلم بالشركة وجربت شتى الطرق عشان تحصل عليها، لكن كل أساليبك طلعت فاشلة ومكشوفة. أعتقد أنك عرفت ردي على طلبك، والحين يلا برا بمكتب اطلع قبل لا يجيك تصرف ثاني مني وما يعجبك. قلت لك اطلع برا على المكتب بسرعه يا عبد العزيز. انا اسف يا مدام، انا لا يمكن اطلع من هنا لان هذه الشركه شركتي انا. ما كان من المفروض انك تخلي يطلع من الشركه قبل يقول لك الحقيقه بالكامل. كان أقل شيء تعمليه إنك تستوضحي منه معنى الكلمة اللي قالها، ولو إنك تكلمتي معاه يا سميرة ما كنت الحين بهذه الحالة اللي أنت فيها. لكن الشركة شركتي أنا وأولادي، وهو ما له شيء فيها أبدا. لا يكون إنه شريك المرحوم أخوه أبو أمين ومن غير ما تعرفي يا سميرة. لا لا مستحيل مستحيل، أبو أمين يكون لأي شركاء، أنا هذا الكلام واثقة منه زين يا إيمان. بعدين لنفترض إذا افترض إنه كان شريكة، فإيش اللي يخليه ساكت طول هاي السنين وما يجي يطالب بحقه أبداً؟ لا يا إيمان لا، أنتِ ما تعرفين عبد العزيز، أنا عارفة زين، إنسان طماع وجشع مثل النار، يريد ياكل كل شيء وأي شيء، اللي له واللي ما له. إذا تأكدي من اليوم ورايح إنك رايحة تشوفيه باستمرار في الشركة، ورايح يلعب بأعصابك يا سميرة، أنتِ لازم تكوني هادية معاه علشان تعرف السر اللي عنده بسهولة. كيف تبيني أكون هادية معاه يا إيمان وأنا هذا الإنسان يستفزني ويخليني في حالة سيئة أول ما أشوفه وقبل لا يتكلم؟ كيف تبيني أتناقش معاه وأقعد مو بسهولة؟ صدقيني أنا ما أتوقع أن عبد العزيز يقول أن الشركة شركته من فراغ، ولا أعتقد أنه يريد يخوفك بهذه الكلمة، لكن الشيء الأكيد أنه يريد يساومك على الشركة وعلى زواج ولده سعود ومن بنتك منى، ويمكن بعد على زواجك منه. إيش؟ مثل ما أقول لك، الشيء الأكيد إن الكلمة اللي قالها وراها معنى هو واثق منه. يعني ممكن تكون الشركة شركتي؟ طيب كيف وأنا جالسة أديرها أكثر من 15 سنة؟ لا يا إيمان لا، قلت لك عبد العزيز ما ممكن يتهاون بحقه أبداً. هذه النقطة اللي ما عارفة كيف أفسرها. الموضوع هذا في شيء غامض، وكل الكلام اللي جالسين نقوله يبقى مجرد احتمالات لا راحت ولا جت. أما الحقيقة فما حد يعرفها غير عبد العزيز. على فكرة يا سميرة، بنتك منى تعرف بطلب عمها؟ لا ولا جبت لها سيرة، بس لازم أخبرها بالموضوع كله حتى تكون في الصورة. إيش؟ شنو إيش؟ يعني ما رديتي علي؟ ما مستحيل مستحيل طبعاً أوافق إني أتزوج إنسان ما أعرفه حتى لو كان ولد عمي، وبعدين دراستي مستقبلي أحلامي. المهم أنا علي إني خبرتك بالموضوع علشان لا تلوميني بعدين وتقولي لي ما خدتي رأيي وأنا حرة برأيي ولي حريتي الشخصية، هذا هو أنت عرفتي الحين. وأنا قلت لك رأيي. صحيح هذا رأيك؟ أكيد؟ سمعي حبيبتي منى، رأيي ما يختلف عن رأيك أبدا. سمعيني، أنسي هذا الموضوع ولا كأن سيرة انفتحت في هذا الموضوع أبدا، خلاص؟ طول عمرنا نتعلم منك الصبر، كل السنين اللي عشتها معاك ما شفت دمعة تنزل من عيونك إلا اليوم يا سيف.
الدمعة هذه عزيزة على نفسي، ما أريد أشوفها أبدا، مثل ما أريد أشوف ولدي يتبهدل وهو يدور على شغل في مسقط، ما أعرف يحصل ولا ما يحصل، ولا كيف بتكون حالته وهو هناك. سيف، أنت لازم تمنعه من اللي في باله. الفيضة، رجع صندوق الذهب المندوس. الذهب هذا ما ذهبي أنا يا سيف، الذهب هذا ذهب الزمن، ذهب الأيام. هذا السلاح اللي لازم نوقف مرشد عند حده. قلت ليش يا حفيظة؟ رجع صندوق الذهب في المندوس. إيش فايدته وهو محبوس في المندوس؟ لا عندي بنت ألبسها، ولا أنا أريد ألبس ذهب. أنا خلاص كبرت على الذهب، واليوم اليوم قاعد حاكته أكثر من لبسه. يا سيف، البيت بيتنا، والذهب ذهبنا، والمزرعة مزرعتنا. أحسن يروح شيء واحد ونخسره، ولا نخسر كل شيء. حفيظة، أنا ما قلت لش مشكلتي مع مرشد إلا لأني خايف، خايف عليكم من الزمن، وخايف يصير فيني شيء وبعدين تتورطوا. لكن خلاص يا حفيظة، أنا بخير وأقدر أشتغل وأرجع كل شيء مكانه، وحتى غسان، حتى غسان لازم يكمل دراسته ويروح الجامعة وينجح مثل ما وعدني. لا يا أبوي، سامحني يا أبوي إن أقول لك لا، هي أول وآخر لا أقول لك إياها في حياتي، لأني ما أريد أحد يذلنا ويطلعنا من البيت اللي عشنا فيه طول عمرنا، لا مرشد ولا غيره. يعني إيش يا غسان؟ يعني أنا قررت إني أروح مسقط. أرجوك يا أبوي، أرجوك توافق. أنا مرتب نفسي على هذا الأساس ومجهز كل شيء، لا تخاف علي. أنا أول ما أوصل مسقط بروح عند سليمان، سليمان ولد خالد عزة، بسكن معاه لحد ما حصل شغل، وأول ما حصل شغل بستقر في سكن. إيش هذا الكلام اللي جالس تقول يا غسان؟ لا يا غسان، أنا ما موافق على اللي تسويه ولدي. أرجوك يا أبوي وافق، أرجوك يا أبوي وافق، وافق. لا أبوك موافق ولا أنا موافقة على اللي تريد تسويه. خلاص يا ولدي، احنا حلينا مشاكلنا مع مرشد وكل شيء بيرجع مثل ما كان. لا يا حفيظة، أنا ما وافقت على اللي تقول عليه. اللي أريده منك فقط شيء واحد، إنك ترجعي ذهبش مكانه. كذاك؟ كذاك يا سيف؟ كلام أبوي صحيح يا أمي، رجع ذهبك مكانه. ليش تحسسني غريبة عنك يا سيف؟ ليش ما تريدني أشاركك همومك وأوجاعك؟ أنا من وأنت من؟ اسمعني يا سيف، إذا ما تشل الذهب بنفسك أنا وحدي قايمة أتصرف. يعني إيش حفيظة؟ يعني لو ما وافقت تاخذ الذهب انت، انا بودي الذهب عند الصايغ وابيعه ورد فلوس لمرشد. معقوله يا حفيظه؟ بعد كل هذا العمر، بعد كل هذه السنين تقولي هذا الكلام
وانت اللي ما قلتي الا يا والله، وان شاء الله يا حفيظه. الله يلعن الشيطان، لعن الشيطان يا حفيظه، ورد الذهب مكانه. ما ارد الذهب مكانه. وانا اقول ترد الذهب مكانه. ابوي امي، ايش اللي صار لكم كذاك؟ سمو مرشد بدت تدخل بيتنا، سمو مرشد تريد تقضي علينا. انا عمري ما شفتكم تصارخوا على بعض بهذه الطريقة. مرشد بيفرح لما يعرف ان الامور وصلت بيننا كذا. ابوي الله يخليك، وافق على طلبي هذا، الله يخليك. خليني اروح ادور شغل مسقط عشان امي ما تبيع ذهبها، وانا اوعدك اول ما احصل شغل اني اقدم سلفية ونعطي مرشد فلوسه ونفتك من هذا المصيبة. إذا كان على سالفة الدراسة، أنا مستعد إني أكمل دراستي في الفترة المسائية. أنا وعدك يا أبو، بس أرجوك وافق. وافق. أقول ما؟ نعم. أنا بغيت أطلب منك طلب صغير هالقد، طلب واحد بس. هالقد؟ متأكد؟ أكب سيرات طول؟ لا لا. أكيد؟ زين يلا أسمع. بس توعديني إنك هالمرة توافقي، بس هالمرة وافقي. هيا العيار، كيف تبيني أوافق قبل ما أعرف أنت إيش تريد بالضبط؟ بذمتك لو كنت مكاني بتسوي كذا؟ أنا أريد أروح رحلة مع أصدقائي، وعدش إني ما أتأخر. أعتقد إنك عارف ردي على طلبك هذا قبل لا تدخل الغرفة، صح؟ اسمعني يا أمين يا حبيبي، أنا ما قصدي لما أرفض إنك تروح مع الشباب على أساس إن مجرد إني رافضة كذا يعني. لا يا حبيبي لا، أنا أرفض لأني خايفة عليك، لأن أحسك بعدك في مرحلة خطر، مرحلة الشباب. والشاب تغري أشياء كثيرة. أوعدك يا أمي، إحنا ما راح نسوي شيء غلط، وبعدين هذي الأصدقائي وأنا واثق فيهم. بس أنا ما واثقة فيهم لأنهم في مثل سنك،
محتاجين يا أمين اللي يوجههم. أمين، أعتقد عرفت ردي على كلامك. يلا تصبح على خير. ألو، يعني ما وافقت. تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان.